أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه استلمت 4760 شاحنة عبر معبر رفح البري حتى 22 من ديسمبر الجاري، واحتوت الشاحنات على طعام وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية. كما أعلن الهلال الأحمر أن كميات الوقود الواردة لقطاع غزة حوالي 4 مليون لتر، ووصل عدد مركبات الإسعاف إلى 60 مركبة. طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية الأمم المتحدة الإعلان رسمياً عن أن قطاع غزة يعاني من مجاعة حقيقية تهدد حياة المواطنين بسبب الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، مناشدة مجلس الأمن الدولي بتحميل إسرائيل المسؤولية عن الإبادة بالمجاعة وكسر الحصار على قطاع غزة الذي تفرضه قوة الاحتلال. استقبل وزير الخارجية سامح شكري وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي للتشاور بشأن إيجاد حلول للأزمات السياسية والأمنية بالمنطقة وتطورات الوضع في غزة والوصول لوقف إطلاق النار وزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع وزير الاتصالات مؤكدا الدور الوثيق لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الارتقاء بكفاءة القطاعات الأخرى وتحقيق أبعاد التنمية المستدامة في مصر، مشيرا إلى توقيع مذكرات تفاهم مع 30 شركة عالمية ومحلية لبناء القدرات الرقمية للشباب الملتحقين بمبادرات أجيال مصر الرقمية. تابع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع وزير البترول الموقف التنفيذي للمبادرة القومية للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مؤكدا ضرورة التنسيق المستمر مع كافة الجهات لتحقيق مستهدفات تلك المبادرة، مؤكدا أنه سيتم العمل على تذليل أي معوقات أو تحديات قد تواجه هذا المشروع.